نور، وصلنا لمحطتنا الختامية لليوم. رح نحكي فيها أكثر عن مزايا وفضل هذا الشهر الكريم على كل إنسان فينا. نعرف أنه بهذا الشهر كل إنسان فينا بيحاول يدرب نفسه أكثر أنه هو يسيطر عليها، وأنه هو يكون قادر على التحكم بمشاعره، وإن كان بالغضب وإن كان غيرها من المشاعر اللي ممكن بالأوقات العادية ما يقدر يسيطر عليها. لهيك بنقول منهذب نفسنا بشهر رمضان من خلال الصبر، من خلال طبعا الروحانيات، من خلال الرحمة والمودة والتفكير، وكثير من الصفات اللي ممكن هذا الشهر يدربنا عليها. 30 يوم، 30 يوم منهم يوم ولا يومين، يعني قادرين يغيروا كثير عادات خاطئة الإنسان بيعملها. لهيك اليوم رح نحكي كيف ممكن نستفيد من هذا الوقت الطويل كله خلال شهر رمضان لحتى نحسن من أنفسنا، مع ضيفتنا طبعا الاختصاصية النفسية الدكتورة رولا صيداوي. صباح الخير، رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك وعلى الجميع يا رب. دكتورة، خلينا نحكي أساسا الهدف الأساسي، تلاقينا خلال شهر رمضان المبارك فعليا نتقرب من الإله، تزيد العبادات. في كثير من العادات السيئة بنحاول نتخلص منها ومنها ضبط النفس. كيف فينا نحقق هي القصص مع أنه في كثير من الناس تلاقيها مثلا معصبة، متوترة، عم تحاول تضبط أعصابها؟ بداية طبعا رمضان كريم، وبنتمنى يا رب يكون شهر خير وأمان وهيك تيسير الأمور لبلدنا وللجميع. بشكل عام الصوم نحن بنقول هو صوم الجوارح، صوم النفس، مو بس انه امتناع عن الطعام والشراب. صحيح. انا يعني بعيده دوما بقول انه الانسان لما بيكون عنده مقابله بيبدا يدرب نفسه قبل المقابله، بيدرب نفسه انه بهالمقابله هالنصف ساعه او الساعه او الى ما اخره بده يكون منضبط تماما بسلوكياته، باي كلامه، بجلوسه، بحتى اي نظره. فهون كيف عم يدرب نفسه بيقدر يضبط نفسه، هون بيستمر. وهي تلقين الافكار، يعني دوما هو صح الساعه البيولوجيه بتتغير، ساعات النوم، ساعات الطعام كلها بتتغير، لكن هي بشكل عام انه هي تلقين افكار انه انا هذا الشهر بدي اكون مستعد نفسيا. احيانا بينفرض علينا انه بدنا نروح مثلا لمكان، هذا المكان نحن ما عندنا رغبه فيه، لكن نضبط نفسنا، بنضبط نفسنا. وهون نفس الامر، هي بدنا ندرب نفسنا ونلقن افكارنا انه نحن هذا الشهر. هلا نحن عم نحكي كيف ندرب نفسنا نلقن الافكار، لكن عداكي عن الروحانيات وعن شو بنقول نحن، تهذيب النفس، تزكية النفس، هي كلها بتلعب دور كبير. وأكيد هو في رحمة إلهية، هو شهر الرحمة، إنه رب العالمين أكيد بده يساعدنا ويوقف معنا. صحيح. يعني دائما ارتبط رمضان والصيام بالصبر وتدريب النفس. نعم. على ساعات طويلة من دون ارتكاب الأخطاء، لأنه بنعرف اليوم الصيام هو مو فقط امتناع عن المأكل والمشرب. تمام. لا، هو صيام نفسي وإحساس وشعور أكثر من أنه يكون ابتعاد عن الطعام والشراب. اليوم قدي هذا المفهوم فيه يساعدنا ويكون ملاذ لنا لحتى نقدر نغير من بعض العادات الخاطئة؟ تماما. هلا هو بشكل عام لطالما كان بالآيات القرآنية وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تؤكد على الصبر وضبط النفس، يعني حتى بكل مجالات الحياة. لكن هو هذا الشهر نحن عنا شهر مثل ما نقول فيه هدية، هاي الهدية إنه جايتنا مقدمة من الله سبحانه وتعالى حتى نعود نفسنا على الصبر. هلا أكيد كل إنسان عنده خصوصيات وعنده مشاكل وعنده هموم نحن ما بننكرها، لكن غيري عنده كمان. فأنا مو بس أنا بدي أتقبلوا أنه أنا وضعي صعب، أنا بدي أتقبل وضع غيري. لذلك أنا بدي أعود نفسي أنه أنا يكون عندي هذا الحكمة بالتعامل والصبر. طبعا لما بيشوفني الطرف المقابل سواء أهل بيتي، سواء أولادي، سواء أصدقائي بالعمل، مين ما كان، أنه أنا عم بضبط نفسي، توجه لي كلمة، هالكلمة فيها إساءة، لكن أنا ضبطت نفسي بشكل كبير، هون بيصيروا هن بيراجعوا نفسهم. يعني أكيد ما رح يبادروني بالكلمة السيئة إذا أنا ضابطة نفسي وعن أي إساءة توجهت لي. أنا أول يوم عودت نفسي، ثاني يوم لا، بتشعر اللي صار فيه عندي، هو في تسديد إلهي، ما هو هذا شهر الرحمة. صحيح. يعني هو في تسديد إلهي أكيد، وهو هذا دورة، كيف دورة مكثفة، خلينا نقول دورة لباقي أيام السنة وباقي أشهر السنة لحتى نرجع نستعد. هال يعني هالروحانيات اللي فقدناها، هالتزكية النفس اللي فقدناها، هالضغوطات اللي بسبب الضغوطات، التعامل الحسن اللي فقدناه للأسف طبعا عند البعض لا أعمم. فهون دورة مكثفة لكن فيها
فوق هالدورة فيها تسديد إلهي كبير. أشرتي لنقطة كتير مهمة دكتورة خلال حديثك، أنه أساسا سلوكياتنا خلال شهر رمضان تنعكس على المحيط وعلى أولادنا. يعني اليوم في كتير من الناس مثل ما بتقلك أنا معصب، متوتر، مضغوط، رأسي عم يوجعني، ما حدا يحاكيني، حتى بالبيت بتقلك لا تقربي على البابا هلأ، معصب مستني ليفطار حاكي. هي كمان عادات فينا نقول سلوكيات خاطئة أو سلوكيات خاطئة. قديش بتأثر على الطفل اليوم أساسا؟ لأنه مفهوم الصيام جدا جميل، يعني قديش فيني فعليا أنا كمان دربه للطفل من خلال أساسا عيلته. صحيح. هي بتنعكس، يعني هن أساسا الأطفال اليوم مراية لأهله، ففي كيف فيني أنا فعليا أضبط نفسي وأعلم أطفالي العادات السليمة الصحية في رمضان؟ هلأ بشكل عام السلوكيات ضروري نعودها لأولادنا على مدار السنة. فهي السلوكيات يعني هذا الطفل نستغل هيدا الشهر تماماً، هذا الشهر نحن نستثمره بشكل صحيح. كبير للأسف أنه نحن عم نعلم أولادنا السلوكيات الخاطئة من غير ما ندري. صحيح. يعني أنا لما بعصب، أنا لما دوماً ضغط وستريس على أولادي، فهن لا شعوريا هن بده هي الطاقه اللي عندهم اللي انضغطوا فيها بدهم يفرغوها بمكان ثاني. هالمكان ثاني كانوا قد يخسروا اصدقائهم، معارفهم، محيطهم. فلذلك انا هون بدي يكون بشكل عام، فهون في شهر خلينا ندرب نفسنا اكثر، بالعكس نعطيهم الجانب الايجابي، جانب الطمانينه، جانب انه بتلاقي انه الجسم بيتقوى. يعني اول شيء الطفل هو بشكل عام اذا عم نحكي على الاطفال بحب الشيء المادي، الشيء المادي نعطيهم الشيء المادي، انه بعد الصيام هلا في مثلا نقدم لك اطعمه وحلويات الى اخره. ثاني شيء انه انت صرت مقرب، مين ما بيشوفك بيعرف انك انت صايم وانت مهذب نفسك، فكتير ناس هلا رح تحبك، رح ترغب تتعامل معك، رفقاتك. هذا الشيء بيصير هو بفكره بتصير بتشجع. لا مانع الطفل الصغير يعني حتى لو بداية صومه، يعني طبعا عمره مثلا 12 سنة 13 سنة يعتبر لسه بداية الصوم خصوصي الذكور، منقول نشجعهم يعني بأي تعزيز هو بيحبه. فأنا هون أي سلوك بدي يكون منتبهت له 100%، أي سلوك وأي كلمة، لأنه هو بده ينقلها وقولا واحدا السلوك يعكس التربية، ما فينا ننكر هذا الأمر. صحيح. طيب دكتورة رولا، كمان اليوم كنا عم نحكي قبل شوي عن الوقت وتنظيم الوقت وقد ممكن يساعدنا بكتير قصص برمضان. كمان نحن هلا عم نحكي انه كيف فينا نستخدم هذا الوقت الطويل لحتى نطول بالنا مثل ما بيقولوا على كتير شغلات. نحن طالعين من فاجعة ما صلنا لسه لهلا عم نعاني من تداعياتها، كارثة الزلزال. فالفعل الخير بهذا الوقت قد ايه مهم، وقد ايه كمان ممكن الشخص يتغير. يعني في ناس شفناهم يمكن بهي الفترة تطوعوا ونزلوا عملوا شيء فاختلفت حياتهم كلها. نفس الشيء هالثلاثين يوم هي فرصة للشخص يفرق كل حياته فيها. صحيح. كيف فيني استثمر هاي الفرصة؟ هلأ بما أنه في ظرف حال، ودوما نحن يعني للأسف الحرب اللي صارت علينا صلى سنوات، فنحن صار عنا يعني باللا إرادي خبرات جديدة، تعامل جديد مع ظروف صعبة، إنه إحنا ما عاد عنا خيار غير نكون الكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنا. الصبر الجميل، الصبر الجميل، مو بس أنا أصبر، لا حتى يعني أصبر وأصبر على غيري، مو بس أصبر إنه أضبط نفسي، لا حتى إذا شخص تاني. فعل الخير اللي ذكرتيه كتير مهم بشكل عام، وهذا الشهر بالعكس حتى في ناس بتنطري، يعني حتى أولادك بينطروكي إنه أنت هذا الشهر شو حتقدمي لنا، يعني هنا بيعتبروه هو مكافأة من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الشهر شهر رحمة، ففي مكافآت، في ميزات كتير. هلا هن ما رح يتواصلوا، فهن عن طريق الأهل أو أنا عن طريق مثلا طلابي، هن بيشوفوني أنا كمسؤولة عنهم، أو للأسف اللي تضرروا هلا بالكارثة اللي صارت بينطروا أهل الخير، بينطروا المتطوعين، بينطروا فرق التطوعية، بينطروا أي هدية على فكرة. وحتى لو كانوا هن يعني خلينا نقول هن للأسف تضرروا كتير، بس حتى لو كان يعني يوميا عنده الناس بيتمنوا كل لحظة وكل ساعة، لأنه هن فقدوا بيوتهم وفقدوا عزيزه. وأي يعني حتى أي لا سمح الله مصيبة بتصير مع أي حدا، والله يبعد عن الجميع يا رب، هون الشخص لو كان هو بحاجة الكلمة الطيبة، هو مو اللي بحاجة تقدمي له شيء مادي بقدر ما هو الشيء المعنوي. لكن بالنسبة للضرر ونحن عم نحكي على الكارثة، إذا كان شيء مادي ومعنوي بالعكس هو محبب أكثر. طبعا مادي ممكن أي شيء، ممكن كهدية، ممكن يعني مو شرط المادي، نحن نقول كالمادي المال، لا أي شيء مادي هنا بيرغبوا.
طيب دكتوره بالختام خلينا نعطي لكل الناس بعض النصائح، بما انه نحن باول ايام شهر رمضان المبارك ينعاد على الكل بالخير والصحه، لضبط النفس، لنكتسب بعض العادات السلوكيه الصحيحه، لانه بنعرف بسبب يمكن العصر والتكنولوجيا والضغوطات المعيشيه في كثير من الناس يمكن عندها بعض الاخطاء والسلوكيات يمكن السيئه، فيني انا ابتعد عنها واستغل هيدا الشهر من خلال تصحيح سلوكي. هلا بشكل عام السلوك الايجابي الناس كله بتحب تقرب للشخص الايجابي اللي سلوكه حلو، اللي تعامله حسن، اللي ما بيدقق على كل كلمه، اللي بيصفح، اللي بيعفو. الحياه ما لها دايمه، نحن بنقول، واي شخص انا لما كل كلمه بدي دقق او حلل وليش قال وشو الهدف من هيك، انا بخسر كل محيطي، حتى بخسر اقرب الناس اللي هن عائلتي. فهون هي بعموميات، فهذا الشهر اللي احنا بدنا ندرب نفسنا انه معلش ناس ظرفها صعب، قد هي ظاهريا ظرفها ما في شيء، لكن ما بنعرف ببواطن الامور. يعني هذا الامر هو خاص بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى، فانا خليني اعطي دوما التبرير الحسن، المعامله الحسنه، اقول حسن الظن ضروري كثير حتى نكون دوما نحن مو بس هذا الشهر انتهى الشهر نرجع للعادات لا سمح الله السلبيه، لا، خلينا ندرب نفسنا الصبر دوما، بنقول بنأكد الصبر والتعامل الحسن بكل ما أوتيت الكلمة من معنى، الكلمة، التعامل، النظرة، لأنه في ناس أحيانا نظرة غير صحيحة أو نظرة سلبية، يعني نظرة مو هيك نظرة ود مني لشخص ثاني قد تؤثر بنفسيته وتسبب له مرض. صحيح. بالختام نتشكرك دكتورة رولا ونقول لك مرة ثانية رمضان كريم، ينعاد عليك وعلى الكل يا رب الخير. إن شاء الله أنتم بخير وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير دكتورة، شكرا لك. شكرا لكم.